مصيدة الفوز. لا تندم على الفوز بمبالغ صغيرة. إن كنت ملتزماً بمعرفتك وتجني أرباحاً صغيرة، لا تندم على إن لم تخاطر بالمزيد من المال. التمسك بالقواعد والفرص يعني استمرارك أن تجني الأرباح. المصيدة التي يقع فيها الكثير من المستثمرين هي أنه على الرغم من فوزه بمبالغ صغيرة بشكل مستمر، يعتاد على المكاسب الصغيرة دون أن يلاحظ التقدم نحو صفقات أكثر خطورة. إن التزمت بتعليمك وتداولت باستراتيجيتنا للخطر الأدنى، لن تقع في تلك المصيدة.